بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التخلص من هذه المشكلة باتباع وصفة فعالة تساعد على تنقية المسام بشكل فعال، ومن أول استخدام تظهر النتيجة. لدينا هنا ماسك أو كريم الخل الأبيض مع النشا، يعتبر من أهم الوصفات المجربة والآمنة لعلاج الرؤوس السوداء وتقليل ظهورها، حيث يتميز النشا نشا الذرة أو الكورن فلاور أو بما يسمى بالميزنة بخوائصه القابضة للمسام، مما يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية، كما يساعد كذلك على امتصاص الزيوت الزائدة لتجنب لمعان البشرة. والخل الأبيض هنا بطبيعته الحامضية يعمل على إزالة الرؤوس السوداء نهائيا ومن أول استعمال. الخل الأبيض هنا نحتاج لملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض. استخدمي أي نوع خل أبيض متوفر عندك في البيت، هناك أنواع كثيرة من الخل الأبيض. إذا توفر لديك خل تفاح، نأخذ ملعقة مثلا ملعقة طعام كبيرة من خل تفاح، نخففها باثنين ملاعق طعام كبيرة من ماء معدني، أي ماء صحة أو ماء مغلي. هذا بالنسبة لمن تفضل استخدام خل التفاح، طبعا في حال عدم توفر الخل الأبيض عندها. يمكن استخدام كذلك أي نوع خل آخر، ولكن أنصح بتخفيفه لكل ملعقة طعام من أي نوع خل باثنين ملاعق طعام من الماء، قلت الماء ماء الصحة أو ماء مغلي مسبقا. هنا الوصفة ناجحة من أول استخدام، ليست لها أي آثار جانبية بالخل الأبيض. والنشا هنا نحتاج لملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة، يجب وضروري استخدام نشا الذرة في هذه الوصفة. نضع ملعقة طعام من الخل الأبيض ونضيف عليها ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة، نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، وتوضع على حمام مائي أو على نار هادئة حتى الحصول على كريم خفيف يسهل تطبيقه على البشرة. وهذا هو الكريم المتحصل عليه. يوضع في برطمان أو علبة زجاجية، وطريقة الاستخدام نقوم بتنظيف البشرة أولا بالغسول المناسب، وأفضل عمل تقشير للبشرة قبل استخدام هذا الماسك بالمقشر المناسب لك، أو كذلك يمكن استخدام ملعقة زيت زيتون مع ملعقة من السكر وعمل تقشير للبشرة. وبعدها نقوم بتوزيع الكريم، هذا الكريم نقوم بتوزيعه كريم الخل على الأماكن المتواجد بها الرؤوس السوداء. كل الأماكن المتواجد بها الرؤوس السوداء يمكننا توزيع هذا الكريم وتركه حتى يجف، مثلا منطقة الذقن كذلك، كما يمكن مده على كامل بشرة الوجه. لهذا الماسك فوائد كثيرة سأذكرها بهذا الفيديو، له فوائد كثيرة ليست له أي آثار جانبية على البشرة. صاحبات البشرة الحساسة أنصح بتخفيف كذلك الخل الأبيض باثنين ملاعق طعام كبير، عفوا لكل ملعقة طعام كبيرة من الخل الأبيض اثنين ملاعق طعام كبيرة من ماء الصحة أو الماء المعدني كما يسمى عندنا، أو الماء المغلي. يوزع جيدا على البشرة ونتركه إلى أن يجف تماما، إلى أن يجف تماما. نقوم بفرك هذه الخلطة بحركات دائرية إلى أن تزول الرؤوس السوداء من أول استخدام ستزول. استخدام هذا الكريم يمكن استخدامه بشكل يومي أو من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار يمكنهم استخدامه، كذلك كل من يعانون من الرؤوس السوداء حتى الشباب يمكنهم استخدامه. وبكل أمان، صلاحية هذا الكريم في علبة معقمة 3 أيام في الثلاجة، وبعدها يمكننا تجديد هذه الوصفة لما لها من فوائد كثيرة على البشرة. ومن بين الخطوات التي يمكن اتباعها أسبوعيا للتخلص من الرؤوس السوداء نهائيا مع هذا الكريم، التقشير لإزالة الخلايا الميتة باستخدام أي مقشر لطيف تستخدمينه، وكذلك القيام بعمل حمام بخار لتليين البشرة، حيث يعمل البخار على تمديد المسام وتسهيل إزالة الرؤوس السوداء كذلك. هذا الكريم له فوائد كثيرة جدا للبشرة. هو طبعا الخل في هذه الوصفة هو أحد المطهرات الطبيعية الفعالة لتنقية البشرة تماما والتخلص من الجراثيم العالقة بها نهائيا. هذا الكريم يحمي البشرة من أثار التعرض المباشر لأشعة الشمس، كذلك ينظف البشرة للقضاء طبعا على حب الشباب نهائيا وآثار حب الشباب. امتصاص الزيوت الزائدة عن الوجه ومنح بشرتك نظارة ولمعة تلاحظينها من أول استخدام، يزيل البقع البنية الغامقة المنتشرة بالوجه والندبات وكذلك يقضي عليها، يخلص من الأوساخ وآثار خلايا الجلد الميتة المتراكمة على بشرتك. كذلك هذا الكريم يمنع ظهور البثور والحبوب بالوجه، يقضي عليها. يمكن استخدام هذا الكريم لمن يعانون من حب الشباب وآثار حب الشباب، نظرا لأن هذا الكريم يحتوي على حمض الألفا هيدروكسيل ويؤخر ظهور علامات التقدم بالعمر كالتجاعيد، ويعمل على إزالتها تماما عن الوجه بالانتظام باستخدام هذا الكريم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر الكبريت. كذلك يعمل على علاج الظهور البقع والرؤوس السوداء بالوجه، وهو يقضي عليها قلت ومن أول استخدام. نظافة بشرتك من العوامل المؤثرة في إزالة الرؤوس السوداء، ولذلك يجب شرب الماء بكثرة وخاصة في الصباح الباكر أو فيما بين الوجبات، فهذا يساعد بشرتك لتبقى نضرة وجميلة. كذلك يجب استعمال الكريم الواقي المرطب تحت المكياج، يغذي ويحمي لك بشرتك من أي عوامل خارجية. وكذلك أنصح بعدم الإكثار من استعمال العطور، لأن نسبة الكحول الموجودة في تركيبتها تزيد من إفراز الغدد الدهنية. كذلك أنصح بتخصيص منشفة صغيرة قطنية خاصة لتجفيف بشرة وجهك، والحرص على تنظيف الوجه بصورة مستمرة، وأنصح بعدم فق البثور حتى لا تتفاقم وتزيد المشكلة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.